واكيد عندنا مفاجآت كتير النهارده وحلقه مميزه. طبعا الحلقه اللي بعد دوري ابطال افريقيا لازم تبقى مميزه. خلال حلقتنا كعادتنا يعني بالاحتفال، احنا ما بناخدش وقت كتير في الاحتفال لكن عندنا ما نحتفل بيه في الفتره دي كعاده جمهور النادي الاهلي في 7 دي سبورت. هنحاول نقدم لكم حاجه مختلفه الى حد كبير، يعني عندنا بقى تفاصيل وكواليس كتير، ولا زالت الاحتفالات مستمره داخل القلعه الحمراء. يمكن اول مره زي ما قلت لحضراتكم نلاقي وقت نحتفل فيه شويه، وده مش المعتاد داخل النادي الاهلي. وقت الاحتفال دايما بيبقى مقتصر على ليله المباراه، لكن المره دي التوقف الدولي سمح لنا ان احنا نحتفل بدوري ابطال افريقيا، نقدر نحتفل بالبطوله ال 12، نقدر تاخد حقها شويه ما تتظلمش زي البطولتين اللي بعد التاسعه. احنا من بعد التاسعه تقريبا ما بنحتفلش قوي يعني، لكن المره دي في احتفال لكن لا تتعارض مع التركيز بكل الملفات الخاصه بالنادي الاهلي وكذلك فريق كره القدم. نحتفل واحنا عينينا على الاهداف اللي جايه. كمان عندنا مكاسب كبيره جدا قدرنا نحققها من البطوله دي، لقطات كتير الواحد ممكن يتكلم عليها في نهائي دوري ابطال افريقيا، اولها التنظيم المشرف جدا اللي قدمه النادي الاهلي وابهر الكاف. الكاف اللي طبعا نظم بطولات كتير جدا، عنده تاريخ من تنظيمه، لكن تنظيم النادي الاهلي مختلف. تنظيم على مستوى تقريبا ما اقدرش اقول ان هو اقل من اي تنظيم عالمي. زيها زي اي مباراه على المستوى العالمي الكبير جدا، سواء قبل او بعد المباراه. التنظيم اثناء تسليم الكاس واحتفالات اللاعبين واسرهم في الملعب، ده كان شيء برضو منظم جدا. كل شيء تم بهدوء شديد ونظام رائع جدا. ده مجهود كبير من كذا منطقه داخل النادي الاهلي، من مختلف كوادر النادي الاهلي. منظومه النادي الاهلي الاداريه بالكامل اشتركت في المجهود ده وعملوا مجهود يعني نجح البطوله بشكل كبير، نجح النهائي بشكل كبير جدا، وبخلاف تحقيقنا للبطوله. لكن التنظيم الرائع هو في حد ذاته بطوله. دايما احنا متعودين على ده في النادي الاهلي فما بنتكلمش عليه كتير، لكن لا النهارده لازم نتكلم كتير على التنظيم. المباراه انتهت، وطبعا المباراه تكتيكيا ليها شكلها وليها طبعها، ومستر مارسيل كولر ادار مباراتين النهائي سواء اللي في تونس او اللي في القاهره ادارهم بشكل جيد جدا، لكن هو خد اللي هو عايزه من مباراه العوده وقدر يحقق الهدف مع مجموعه اللاعبين وتوج بالبطوله ال 12، وده كان المهم. بخلاف المكسب اللي بالبطوله في مكاسب ماليه بعد التتويج باللقب. طبعا كمان هتلاقي الاهلي بيوصل كاول واحد ممثل للدوله الافريقيه او للقاره الافريقيه في بطوله الانتر كونتيننتال اللي هتكون بطوله سنويه لابطال القاره بدلا من كاس العالم للانديه. بقى بعد ما اتغير كاس العالم بقى كل 4 سنين بمقاييس جديده وبشكل جديد، هيتلعب ب 32 فريق. كمان كابتن النادي الاهلي او احد كباتن النادي الاهلي رامي ربيعه بيكسر او بيوصل للرقم القياسي 6 بطولات. ده برضو يعني النادي الاهلي بينافس نفسه، وائل جمعه وحسام عاشور كمان بيخش معاهم رامي ربيعه ب6 بطولات دوري ابطال افريقيا. هتلاقي حارس شاب زي مصطفى شوبير بطوله كامله بدون اهداف، شباك نظيفه طوال البطوله. هتلاقي نجاح جماعي للاعيبه النادي الاهلي، هتلاقي لعيبه النادي الاهلي هم الافضل في القاره، وهتلاقي الاهلي بيحقق 4 بطولات من 5 نهائيات على التوالي. هتلاقي الاهلي هو الاسم اللي بيتردد عالميا كبطل في كل العالم عن قاره افريقيا. ارقام كتير جدا حققها الفريق في التتويج بالبطوله دي، لكن كمان جمهور النادي الاهلي جمهور يحرك الصخر، هو الجمهور الاعظم في قاره افريقيا والوطن العربي بلا منافس، جمهور بيتضرب بيه المثل في التشجيع. الدعم والمؤازره كان ورا الفريق من اول اليوم خالص ولحد الاحتفالات في شوارع القاهره. جمهور الاهلي اللي لازم النهارده نقول شكرا من القلب لجمهور الاهلي، الجمهور اللي ليه الدور الابرز على مدار البطوله كلها، ومش البطوله دي بس، ومش في لعبه الكوره بس. انت بتروح اي حته في افريقيا بتلاقي جمهور للاهلي، بتروح اي مكان في العالم بتلاقي قاعده جماهيريه للنادي الاهلي، ولذلك دايما جمهور النادي الاهلي والقاعده الجماهيريه بتاعت النادي الاهلي تنجح اي منظومه وتخلي الهدف دايما متحقق. دي حقيقه يعني. تعالوا نروح تقرير